مساء الخير او صباح الخير. بما انه كنت اني احكي بموضوع الكوكب اسمه LTT 1400، بس بي صباح الخير ما بي مساء الخير، فان شاء الله ما نجرب هذه التجربه. خلينا نستمتع بهذه المفردات، مساء الخير وصباح الخير دائما رددوهم. على كل موضوعنا اليوم يقول شويه مختلف، والتصوير هم شويه مختلف بدون رينج لايت. طيب شنو يصير اذا توقفت الارض فجاه عن الدوران؟ هذا سؤالي. بالبدايه لازم نعرف، اول شيء راح اخلي لكم موسيقى تدخلكم بهذا الخيال. انت او اني كلتنا هسه احنا عايشين على ارض او كوكب صخري كلش كبير، يعني تخيلوا وزنه تقريبا 5 تريليون طن، وسرعته تقريبا 110 الف كيلومتر بالساعه يدور حول الشمس، وحول نفسه تقريبا 1674 كيلومتر. تخيلوا بهذه السرعه 1674 او 110 الف كيلومتر يدور حول الشمس، انت هسه عايش نايم، دا تلعب جيمينج، دا تسوق، دا تاكل، اي شيء دا تسوي، وانت مطمئن، وانت دا تسولف ويا الشخص اللي تحبه، وانت دا تسولف ويا اهلك. ما راح تحس بهذا الشيء، ما راح نحس بهذه السرعه، انا هسه ما دا احس بيها. فتخيلوا شنو يصير اذا وقفت الارض بهذه السرعه العاليه، وقفت مباشره وبهذا الكوكب الصخري الكبير اللي يزن تقريبا 5 تريليون طن، شنو راح يصير؟ والارض من بدايه نشاتها ولحد هسه ولا غلطت بشيء ولو اجزاء الثانيه، يعني ظلت تدور نفس السرعه، وظلت تدور حول الشمس نفس السرعه، حول نفسها نفس السرعه، ما تغيرت اي شيء، باتقان كلش عظيم رهيب، ما اقدر اشرح لها شيء، سبحان الله. طيب ليش تدور بهذه السرعه؟ وليش تدور حول نفسها؟ وليش تدور حول الشمس؟ بسبب انه الشمس جاذبيتها كلش رهيبه، كلش مرعبه، يعني اذا ما تدور الارض حول نفسها ولا تدور حول الشمس مباشره راح تبلع الارض. الشمس جاذبيتها قلت لكم كلش قويه، وبقيه الكواكب يعني هي الكواكب كلها لها مدارات معينه، الشمس هي لازمتها من الافلات، يعني مثلا الارض اذا فلتت من الشمس مباشره منو راح يلزمها؟ بقيه الكواكب، الكواكب اللي هي ممكن تكون جاذبيتها كلش قويه. نحكي عن كوكب المشتري، كوكب المشتري جاذبيتها كلش قويه، يعني ممكن يجذب الارض بدل الشمس، يعني ممكن يصير بدل الشمس، بس شيء مستحيل طبعا، بس يعني العلماء يقولون انه مستحيل تتغير الارض او دورانها او اي شيء منها بنسبه 0%، بعد سبحان الله، يعني ما اعرف، الله اعلم. فاحنا ما راح نحس بيها، كلتنا ما راح نحس بهذه السرعه. الجواب هو شو يصير اذا وقفت الارض حول نفسها دوران؟ طبعا انت تخيل اذا انت تسوق بسرعه تقريبا 200 كيلومتر بالساعه، وفجاه وقفت، فجأة وقفت مباشرة راح تطير، أي شيء بالسيارة راح يطير ويصير بسرعة تقريبا 200 كيلومتر بالساعة، فكيف إذا 1674 كيلومتر بالساعة وقفت مباشرة؟ مباشرة أول شيء راح يصير غلاف الجوي راح يصير بهذه السرعة 1674 كيلومتر، وأي شيء موجود بداخل الأرض على سطح الأرض مثلا مباني، صخور، سيارات، رينج لايت، انت اني كلتنا مباشره راح تصير سرعتنا نفس هذه السرعه. تمام، شلون الاختلاف اليوم بالتصوير؟ شوي اليوم احمر، كله المرصد كله احمر، هذا الباك جراوند باك لايت، هذا الرينج لايت ناصي، هنا انا عندي ما اعرف شو يسموه هذه الظل، المهم شيء لطيف، تجربه.